اشخاص اللي تشافوا من هذا الفيروس كورونا كيسترجعوا حياتهم الطبيعيه، لانه الفيروس ما عارفينش الفيروس ما كيعيش معنا مثلا بحال الفيروس ديال الهباتيت، فهو فيروس اللي كيعطي مشاكل وكيمشي وكيحيد. الى تشافى الانسان منه فهو كيقدر يمارس حياته من بعد ان شاء الله تكون طبيعيه. هادشي الا تبعنا هاد النصائح غادي نكونوا فريمون حاولنا نقضيو على هاد المشكل ديال يعني انتقال هاد العدوى. وهاد اشياء كثيره موجوده كتساعدنا بحال الكول، بحال غسل اليدين بالصابون، الماء الدافي، كذلك ما عمر الانسان خصو مثلا يقوم يسوس داك الحوايج ديالو او الغطاء اللي كان عنده هكذا يسوسو، لانه خصوصا اللي كنستعملو شخص او استعملو، لانه هو كيقدر يطير دوك الشظايا اللي كيكونوا بعض الغبرات وكيكونوا شد فيهم الفيروس، فخصوصا اللي كان في شي بلاصه فيها رطوبه، ولا كيقدر كذلك يسوسهم يبصقوا في واحد يعني لي سيرفاس بحال الخشب بحال الحديد بحال البلاستيك. دونك من الاحسن الانسان غادي يخليهم يحطهم في الشمس يشمشهم، ولا يخليهم بعادين على برا قبل ما يبقى ينوض يسوس فيهم، ويحاول ينظف هاد الاماكن اللي كان فيها باشياء ك شارلو جافيل واشياء بحال هكذا بحال الكول اللي ذكرنا، ولا المطهر ديال الايدي. هذا هما الاشياء اللي يقدر يساعد ويرد الانسان البال، لانه لا عنده هو ما كيدوش من يدينا مثلا الا كان صحيحه ما كيدخلش لجلد الانسان، لكن كان فيه مثلا شي جرحه ولا شي فتحه ولا شي حبوبه فكيقدر يدخل لها. دن حتى يدينا مثلا اللي كنغسلوهم مزيان نقدروا ندهنوهم قد ما كان هذاك الدهون سميكه يعني غليظه وكثيره، غادي حاول تحافظ على يدينا. ونتمنى بأنه كنا ندوزو هاد المرحلة ونخرجوا متعافين، وشكرا.